وهم بالطريق سمع الريب ابن معيد الاشلال، سمع بعض ربعه يلومونه ويقولون انك انت اللي تسببت علينا وخليتنا نجي مع وسط رم، ولو مشيت على راينا وجنبنا رم ما صار اللي صار. رد عليهم ابو شولاح غريب اخوامه، رد عليهم بهالقصيد يوم يقول: انا حمدت الله على كل مكان وحمد ربي كل صبح وليله، يا عبس يرتب وارتحل فوق شقران، يصلح القطع الفيه فيها ذيله، يا مسردي من ديره التنف ومعان، الظهر في حلوه شروره مجيله، تلفي البيت يجمع الصبح ديوان، والعصر هبه المجالس ثقيله، ومن سال عنا يبغي العلم شفقان، قل مزن انتهى الهل فوق رم النخيله، مزن مطرها بس دم ودخان، ولا ينتنايا يركب القور سيله، صكوا علينا التيه مع كل الاركان، وعفنا تحضي كل شكحه قليله، وكوهنا الكاوي دليلات الاسباب، وغدا بنا مثل الصفاقه الجميله، وغدا بتاليه انتقى الضرب سندان، واللي دنا يومه تقلط رحيله، صار الفشق من بيننا ثقل دخان، ومن طاح منا طاح منهم بديله، ومنا ومنهم يشبع الذيب سرحان، والضبعة العرقة تعبي متيله، وكثرا خلف فلان وفلان وفلان، وتطابق وحمايهم بدبيله، ربعي دعيجات على الحرب عيال، وكم خفرة الربعي تعشى وحليله، يا عيال هجودون حلوات الألبان، تروى الفرج من دون أهلنا طويله، خطوة الولد يشمت بالهرج غلطان، هبيت يا هرج سراب حصيله، التدبير لله ما هو قول كذبان، سبحان ميامر بعدله وميله، يا عيال هذا اللي على الدرب مشان، ولا يعتدل من دون لله حيله، ولا يشمت يا عيال بمر الى كان، ولا يشمت يا عيال بمر الى كان، ولا يهتدي عبد حق الله دليله، ما رفت البيت عبيد لا صرت غويان، وبمهلهل يا القلوب الهبيله. عبيد هو عبيد بن رشيد اللي يقول: اضرب على الشايد لا صرت بحلان، وعند الولي وصل رشا ومطاعه. وبمهلهل محمد بمهلهل بن شعلان العنزي اللي يقول: لو عندنا من غيبه الايام رسه الاقي المصروح نفسه يدله.